رشيد النيفر، حكومة جديدة طال الانتظار وولدت البارح، كيف تناول الإعلام التونسي حدث تاريخي بمنطق بعد ما تعدت البلاد بمديدة طويلة زمنية من غير حكومة؟ ولدت الحكومة وعلى رأسها السيدة نجلة بودن رمضان، كيفاش ريت التعاطي الإعلامي خاصة مع هذا الحدث؟ هو البارح فعلا حدث بأتم معاني، حدث تشكيل الحكومة وطال الانتظار. أنا نقول إذا كان نحسبه من 25 جويليا ل 11 أكتوبر هي شهرين وشوية، هذه معدل تشكيل الحكومات في الظروف العادية. يعني إحنا تقريبا الحكومات اللي تعاقبت ومع الأسف كلها فشلت، هي استغرقت الشهرين اللي يعطيها الدستور و تقريبا الأسبوع اللي للمرور المصادقة أمام البرلمان وأداء اليمين. فأنا نقول هو المعدل عادي، الزمني طبيعي، رغم اللي إحنا بتبقى الحال إحنا في ظروف استثنائية وكان المطلوب التسريع، ولكن هي المعدل الطبيعي. إذن المهم البارح تشكلت الحكومة، تم أداء اليمين، فهو حدث، هذا حدث أول. يقترن بهذا الحدث خطاب رئيس الجمهورية البارح. خطاب رئيس الجمهورية البارح أنا أعتبره من أهم الخطابات منذ 25 جويلية. علاش؟ من أهم الخطابات منذ 25 جويلية، لأنه 25 جويلية تم الدخول في الظرف الاستثنائي، في الحالة الاستثنائية، ومنذ ذلك الحين كان من المفروض تحديد الفترة ويعني الإطار بالنسبة لهذه الفترة الاستثنائية. وكان هناك جدل كبير، خرجنا من الدستور، ما دخلناش بالدستور، فما انفراد بالحكم، وربما حتى يؤدي إلى كونه يبقى الرئيس معناتها ويوقع إلغاء البرلمان. البارح أنا أعتبر الرئيس أجاب على هذه الأسئلة، وأجاب بكل وضوح. أجاب بكل وضوح كونه أولا قال رانا في إطار الدستور، ولم نخرج بعد من الدستور. لا حسمت مسألة الدستور في إطار الدستور، وحتى كان ريتو قولا وفعلا قالها في خطابه بكل وضوح. وأيضا حتى بالنسبة لأداء اليمين كان على أساس الدستور الحالي. فهنا جواب واضح كونه رانا في إطار الدستور، ولكن في إطار الفصل 80 من الدستور الذي يسمح لرئيس الجمهورية بأن يجمع كل السلطات، وفي نفس الوقت طبعا على أساس الإجابة على مسألة الخطر الداهم. هذه حاجة ثانية. قال اللي راو البارح حدد الخطر الداهم. احنا قلنا في الأول راو فما كان هناك خطر داهم هو صحة المواطنين، ويعني التلاعب بحياة المواطنين، ولكن البارح تم وقال راو الخطر الجاثم هو في البرلمان. فهو البارح كان بكل الوضوح البارح وأكد أن الخطر الداهم هو البرلمان السابق، هو البرلمان. البرلمان ماذا يعني أننا ذاهبون لانتخابات سابقة لأوانها في سابقة لأوانها، أو أنها سوف تكون في أوانها، هذا الذي لم يتم الجواب عليه. ولكن ما تصورش كمان بدنا نقعدوا ما نقعدوش ل 2024 نستناو بلاش برلمان. كل الإمكانيات واردة، الفترة نحن هي أولا فترة انتقالية تم تحديدها، تم توضيح إطار هذه الفترة الانتقالية. هناك رئيس جمهورية له الصلاحيات التنفيذية إلى جانب الصلاحيات التشريعية، وهذا ما يسمح به الدستور، وهناك حكومة تعمل بانسجام مع البرلمان، ولكن لها كيانها بانسجام مع الرئاسة، ولها كيانها ولها ذاتيتها. والبارح كان هذا بارز جدا.